سلام لافامي، كيف راكم؟ مزيان بخير. اليوم ان شاء الله بارطاجي معكم هذا الميكروفون اللي شريت. هو ميكروفون بلوتوث، بعدا لومبالاج ديالو تيبان عادي، بعدا باش صيفطوا ليا عندي الثقه في هاد لومبالاجات اللي تكون بحال هكا، يعني الحاجه اللي ما كتكونش مزوقه بزاف وداك الشيء كتكون فعاله. ما عليناش، هاد الميكروفون هذا كيصلح الناس اللي كتصور مقالب، حيت كما كتشوفوا بزاف ديال الناس اللي كيصوروا المقالب كيكون شاد تليفون تي ريكوردي فيه، او تيكون تيدير مثلا مقلب ولا مثلا شي تجربه اجتماعيه. داك التليفون الا كان البلاصه معني بحال كدير الغابه ولا مثلا فشي شارع وكان ريح، كيبقى يسمع داك التشاش وداك الشيء، يعني ما كيفلتريش الصوت. وكذلك الناس اللي كدير لي فلوغ، يعني كتكون حاطه كاميرا بعيده عليها شويه وكتكون تتصور. المهم هاد الميكروفون هذا اللي خديته ب 320 درهم تيكابطي الصوت على بعد 20 متر، ولكن غادي نسيو ضروري، مازال ما حليتش هاد الكولي هادي. ملي نحلو هاد الكولي هادي، الميكروفون اللي كنصور به دابا حاليا هو ميكروفون بويا. حنا غادي نلاحظوا واش كاين تغير في الصوت ولا هذا يكون الكاليتي ديالو احسن من هذا. المهم غادي تشوفوا كلشي في هذا الفيديو هذا ان شاء الله. نفتحوا غادي نشوف شنو فيها. كيما قلت لكم هاد لومبالاجات هادو اللي تيكونوا هكا سامبل، تيكونوا باين البرودوي تيكون مزيان. اما دوك لومبالاجات اللي كيكونوا ناضيين وفيهم الزواق وداك الشيء فيهمش الثقة. بسم الله. كيت هاي 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 صيفطها معايا كيت. في هاد اللعيبة هادي كيت، هذا هو الميكروفون. تخدموا في الايفون هذا في تيب سي، وكذلك هذا الايفون اللي لو بغيت فيه البيسه ديال الايفون تخدموا سامسونج، وكذلك تخدموا الايفون جوج. انا خديت هذوك اكسبري باش لو بغيت نصور مثلا بسامسونج شي مره ولا شي حاجه تبقى عندك ديجا. دابا غنمشيو نسيوه ان شاء الله وغادي نشوفو واش بصح تيكابطي فوق 20 متر. المهم خليكم على الفيديو. المهم نسيوه كنبركو على البوطون حتى تولي خضرا بحال هكا. شي 20 متر غادي اللي بدي بوسين 20 متر. قريبا دابا هنايا 30 متر تقريبا، هنا معرفش واش غيكون كابطا الصوت مزيان ولا لا. المهم تقريبا هنا 30 متر هنا دي بوسين ديك 20 متر اللي عطاونا. ايوا المهم انا نشوفو دابا الريزلت ديال الفيديو واش تكون بكاليتي مزيانه ولا لا. المهم راه كنهضر بشويه فهمتي، بنا محاضرك بنا سراج مو داكشي بحال ما عرف شنو كتصايف تقول مالي هذا حمق. يلا نشوفو الفيديو هذا واش نلقى. المهم الريزلت فينال ديالو ما يمكنش، خطيره فوق 30 متر تقريبا، فوق 30 متر هو الكاباسيتي اللي عاطين فيها، عاطين 20 متر. انا حاولت نديباسيها تقريبا، المهم 30 كاينه، رغم ذلك باقا الكاليتي بنفس الفوليوم نفس كلشي، يعني ما كاين زعما ناقص الصوت ولا شي حاجه. المهم بالنسبه لهاد هاد لا مارك هادي راه هي هادي، انا نحط لكم من عند من خديتها، لا لا تكون شي ماركه اخرى بنفس السميه ولا شي حاجه مزوره ولا كيخدموا بهاد السميه ولا شي حاجه
يصدق شي واحد شاري بيقول لك وحشومة عليك اخويا نصبتي علينا ولا كذا. المهم اخويا نحط لك السيت ديالهم الليان ديالهم اللي خديته نكونتاكتيهم، راه كاين بزاف، راه كاين اللي كيكابطي واقيلا حتى لشي مسافة كبيرة على داير شي 500 درهم. المهم انا ما خديتوش، خديت على هذاك راك 20 متر كافياني بالنسبة ليا انايا، انا بغيت شي حاجة سون فيل. هذا هو الفيديو ديال اليوم، هو فيديو مهم بالنسبة للناس اللي كتصور فيديو وكتهضر في الشارع مثلا، وفيديوهات المحلات وكيبغيو يسبونسوريزيو الفيديوهات ولا كذا ولا يحطهم في لي باج ديالهم، غالبا كيكون تيصور بالتليفون هكا وتيبعد عليه تيقص الصوت يبدا ينقص وانت ما كتبقاش تسمع الفيديو، يعني كتكيتي الفيديو ما كتكملوش. كنصحهم بهذا الميكروفون هذا، ونتمنى يكون عجبكم الفيديو. الفيديو اللي جاي ان شاء الله غادي يكون في القناة الثانية اللي هو ديال الهوليود سمايل. الفيديو ضروري خصكم تشوفوه ضروري، هذا لانه مهم بزاف وفي واحد المراحل ليطا كيفاش كانت في الاول وكيفاش ولات. هذا فيديو مهم لانه غيفيد ضروري شي واحد من العائله ديالكم ولا من صحابكم. المهم راه نحطو في لاشين ديالي الثانيه، ضروري نحط شي لقطات في هاد لاشين هادي. المهم نتلاقاو ان شاء الله في لاشين الثانيه ان شاء الله. المهم هي نحط عليكم، يلا تهلاو.